عم حسن كل يوم يصحى الصبح بدري وعالجنينة بتاعته يجري، يرعى الأشجار وياخد باله من كل الأزهار. وفي مرة من المرات كعادة عم حسن قرب يشم وردته الجميلة، لكن فجأة نحلة كبيرة قرصت إيديه. تفتكروا فادك تنصحه بإيه؟ نصيحة فادك عند التعرض للإصابة بلسعة النحلة: نغسل مكان الإصابة كويس جدا بالمية والصابون لحد ما الجلد يلتئم. وضع مكعبات التلج أو أي شيء بارد على المكان المصاب. كمان يفضل أننا نحط عجينة من الصوديوم بايكربونات ونسيبها على الجلد من 15 ل 20 دقيقة. ندي للمريض باراسيتامول أو أي مضاد للهستامين، وده هيخفف الشعور بالحكة وهيساعد في إزالة الألم. استنونا في معلومة جديدة وإسعافات أولية جديدة وحلقة جديدة مع فادك.